مرحب بحضراتكم جديد ومكملين كلامنا دكتور طه. النهارده في غيابات كتيره للاهلي، لكن كمان في لعيبه ظهرت النهارده بعد فتره طويله من غياب. يعني بنتكلم في محمود متولي، بنتكلم في بدر بنون، بنتكلم في اكتر من لعيب اخذ لقاء اساسي النهارده، وده اكيد يفيد طبعا. لكن هل بالتدريج انت محتاج الناس دي انها تدخلها تاخد دقايق كده قليله لحد ما تقدر ترجع تاني لمكانها؟ يعني واحد زي بدر بنون كان اساسي لحد فتره قريبه طبعا، لحد اصابته خرج من المشهد تماما. دلوقتي اكيد الاهلي في احتياج شديد انه يكون بدر بنون موجود في التشكيله الاساسيه طبعا. يقدر امتى يرجعه بشكل يعني واضح، بشكل بقى انه يبقى اساسي؟ يعني هي دي هتتوقف على يعني اداء الفريق ونتائجه. اه يعني في مباريات بيكون النادي الاهلي مثلا متقدم من الشوط الاولاني بنتيجه كويسه، ولا حتى لحد الدقيقه مثلا 60 من الشوط الاول الثاني ونتيجة كويسة، ممكن ياخد له نص ساعة ما فيش مشكلة، ما بيبقاش فيه خوف يعني فيه. ممكن ينزل والفارق النتيجة وفارق المستوى بين الفريقين يسمح له ان هو، فممكن تيجي بالشكل ده. أوه. دي هتتوقف على نتائج الفريق، وهتتوقف على استكمال الفريق لعافيته. لما الفريق يستكمل عافيته بشكل كويس من ناحية البدنية فنية من ناحية، حتى دي برضو ممكن تسمح لأنه ممكن يشارك من البداية طالما الفريق كله عنده العافية، عنده القوة البدنية وعنده الاستحواذ الجيد وعنده الشراسة في الأداء، ممكن يعدي ويمشي فيها. فدي برضو أنا شايف أن النتائج ممكن تساعد. يعني مثلا مباراة زي النهاردة، مباراة زي النهاردة يعني راحت أهداف مثلا من أكثر من واحد. لو النتيجة دي كانت زادت لو 3-4 تقدر تدي له وقت أكتر، أو حتى لو جول تاني، يعني لو 2-0 ممكن تساعد على أنك أنت برضو متفوق، ممكن تساعد أنك أنت تدي له مدة أكبر. فأنا أعتقد أن هو بالذات بدر بنون، بدر بنون ممكن تبقى شوية من اللعيبة المدافعين اللي عندهم المهارة فوتبولر، يعني يقدر يطلع الكرة من تحت بشكل كويس، يقدر يعمل سروات ثرو باس من مكانه في نص الملعب للعيب في نص الملعب يستلمها بشكل جيد، هادي جدا في بداية الهجمة. ودي نقطة مهمة جدا، ان ما يبقاش عندك في عندك سردباكات ممكن في كرة قليلين شوية، فبيبقى عندك قلق وهيضطر يلعب كرة طويلة الزنق يبقى لعبة طويلة، لكن بدري بيريح الثلاثة اللي جنبه بالظبط. مش عايزك لما يبقى عندك ده وجنبه حتى لو واحد اقل شوية بس اجريسيف وقوي بدنيا، بس بدري بيفرق كتير. فده برضه هيتوقف على اداء الفريق واستكماله لعافيته وقدرته التهديفية، لان القدرة التهديفية مهمة جدا. اما بتكسب جولين او خلاص بقى ممكن تلعب وتغير زي ما انت عايز بسهولة، اسهل بكتير. انما كل ما نتيجة تبقى قريبة قوي فبتبقى صعبة شوية.